صغر كنت كنشري والكمان، كنمشي للمدرسه كنسمع قناوه، كنسمع قناوه بالتخبيه من قدر صحابي في ليكول اللي يعرفوني كنسمع قناوه. ملي كيعرفني شي واحد كيجي كيسمع قناوه كيقول لي واش انت مسطي انت مريوح؟ هذه النظره اللي كانت عند الناس باش كيشوفوا قناوه. قناوه كانت عيب. انا في الدار ما كنتش كنطلق قناوه الموسيقى، نطلع اخويا الكبير يجي يصرفقني اش كتسمع واش انت مسطي واش انت مي من الغيوان ما كنتش كنسمعها، لان القناوه ما كانتش، كانت كنقول لك الوالد، انا الوالد كيشوفني عندي باغي ناخذ قنبل وش حاجه كيقول لي ابي نو انت راه خاصك تقرا خاصك تخدم، واش انا واحد النهار نبغيك تسرى امتى المغرب غادي يعاود يرجع باش يحيد تقناويت؟ هي الوقيته اللي ولات هادشي ديال الفيزيون الموسيقى ديال الموسيقى العالم، ولاو الدراري الشباب لاج ديال البادار ولاو باغيين يضربوا جيتار، وهادي غادي يقصروا معها غادي كيقلبوا على موسيقى، ملي كيمشي يقلب على الجيتار ما يقلبش عليها عند المغاربه. الموسيقى ديال القناوة اون توكا اي الو بوزي العكس ديال كاع الموسيقى في العالم كامل. علاش؟ حيت كاع الموسيقى ديال العالم كو سوا طونس وكو سوا ليليكترو كو سوا بلوز روك جاز نيمبورت كوا اي سون بازي سور اون ميلودي كي جوي بار دي زيغو سوا دي ترومبيت سوا اون غيتار سوا نيمبورت كوا سي دي زيغو كي جو لا ميلودي. الوغ في القناوة سي العكس، سي لا باس اللي تحط لا ميلودي. كما اي واحد يقدر يفوت القناوة ويقدر يبكي اللي ما عرفش راسو واش وقع ليه، راه ماشي قناوة بان تيجن اللي نو غير تقناوي تلعبات عليك، يعني حسيتي بشي حاجة في تقناوي في القنبري لان سي ترونس يعني الحال. لا سميتو لا لا ميوزيك قناوة، وكل واحد الناس كاين الناس اللي كيكونوا جالسين في شي ليله ما يتحرك حتى يجي اللون ديالو عادي يشطح، فهمتي؟ عادي ينوض يشدو داك، فهمتي؟ ما يتحرك اي سوليف جوسكا سكولا داك لا كولور كي لهم فريمون الطراحه ديالو كي لو توش عاد كينوض كا بيتيتر اي لي تي سي لي تري سونسيبل اي سي لونس.